ولنقاش هذا الملف تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وعليكم وأحيي السلام مشاهديكم الكرام. دكتورة. بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كيف يمكن تقييم الوضع الحقوقي في العراق انطلاقا من ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ يعني مع الأسف الشديد، يعني وضع حقوق الإنسان الآن في العراق يعني من أسوأ الأوضاع على الصعيد العالمي على الإطلاق. يعني الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الإنسان وبمختلف أنواعها، ابتداء من انتهاك الحقوق الأساسية، الحق في العيش، الحق في يعني التمتع بالخدمات الأساسية، وهلم جرا إلى وصولا إلى القتل، التغييب القسري، الجرائم الكبيرة التي تقع إلى جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم التي أشرت عن طريق الكثير من التقارير، المنظمات الدولية، المنظمات الحقوقية، جميعها هي الوضع الحقوقي لحقوق الإنسان الآن في العراق هو في منتهى السوء ومنتهى يعني اللامبالاة من الجهة الحكومية وإهدار حق الإنسان. نعم، بعد مرور 16 عاما على الاحتلال الأمريكي للعراق والذي بشر بديمقراطية نموذجية، ما هي أبسط الحقوق التي نالها العراقيون بعد الاحتلال؟ على العكس من ذلك، لم ينل العراقيون أي حق من الحقوق التي جاء ينادي بها الاحتلال الأمريكي وادعى أنه جاء إلى العراق من أجل نشر الديمقراطية بعد أن افتضحت كذبة أسلحة الدمار الشاملة التي اتخذها ذريعة من أجل العدوان على العراق. ما الذي يمكن أن نقول أنه تحقق؟ لا نستطيع أن نرى أي شيء بأعيننا أو نلمس أي شيء ممكن أن يشير إلى أن هناك أن الإنسان العراقي يتمتع بأي حق من حقوق الإنسان. على العكس من ذلك، الأمور في من أسوأ إلى أسوأ منذ الاحتلال الأمريكي للعراق. أصلا هو الاحتلال الأمريكي للعراق ارتكب بحق العراقيين أفظع أنواع الجرائم التي أدت إلى أن تستمر هذه الحكومات التي جاء بها الاحتلال منذ عام 2003 على نفس النهج وعلى نفس الوتيرة، وقد تم فضح هذه في مختلف التقارير. نعم، عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان تم العثور على مقبرة جماعية في الفلوجة تضم أكثر من 100 جثة، ما الدور المنوط بالمجتمع الدولي لضمان حق الضحايا في التعرف على هذه الجثث واستلامها ولاحقا محاسبة مرتكبي هذه الجرائم؟ يعني العديد من المنظمات الحقوقية طالبت يعني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة التدخل والقيام بتشكيل مثلا لجان دولية مالية من أجل العثور على الكثير من الضحايا الذين فقدوا خاصة أثناء العمليات العسكرية الأخيرة. الكثير منهم المغيبون، منهم القتلى الذين لا المفقودون الذين لا نعرف مصيرهم، والتي وصلت أعدادهم إلى أعداد رهيبة يعني أشرتها الأمم المتحدة. لذلك تقع الآن على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة من أجل أن يقوم بمساعدة العراقيين في سبيل الوصول والتعرف على مصير ضحايا هذه العمليات العسكرية وضحايا الحكومة وضحايا الميليشيات. يعني الآن نرى أن هناك يوما بعد يوم يتم الإفراج عن جثث والعثور على مقابر جماعية للضحايا الذين يعني نادينا بأنهم فقدوا ولا يعرف مصيرهم، وتم اختطافهم عن طريق الميليشيات، تم اختطافهم عن طريق القوات الحكومية، والآن بدأت تتكشف هذه الحقائق ويعرف ماذا ارتكب بحق هؤلاء من جرائم. نعم، بعد مرور عامين على نهاية الحرب في المدن المنكوبة، إلى أي مدى قامت الحكومة في بغداد بدورها في رفع المعاناة عن هذه المحافظات؟
الحقيقة لحد الآن لا يوجد أي دور ممكن أن نقول أن فعلا الحكومة العراقية قامت بشيء يخفف من معاناة ويساعد النازحون مثلا أو السكان هذه المناطق في العودة إلى حياتهم الطبيعية. لا زالت هذه المدن على حالها من عدم الإعمار، فقدان الخدمات الأساسية. أصلا يوجد لا زال هناك الكثير من النازحون في المخيمات، لم يتم إعادتهم إلى مناطقهم. الذين عادوا قسرا في ظل الخدمات والأوضاع السيئة في هذه المناطق والدمار. الأنقاض لا زالت، العبوات الناسفة لا زالت. لحد الآن يتم الإعلان عن العثور على الجثث تحت الأنقاض. لا يوجد الحقيقة أي شيء، أي فعل نستطيع أن نقول من خلاله أن الحكومة العراقية تسعى في سبيل يعني التخفيف من ما جرى على هذه المناطق وإرجاع أهلهم وإعادة الحياة إلى هذه المناطق. نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب من لندن.